احتفل محرك البحث جوجل أمس بالذكرى 23 بعد 100 لميلاد المصورة الفلسطينية كريمة عبود، والتي تعتبر أول امرأة عربية تحترف التصوير الفوتوغرافي. كما قام جوجل بطرح المعلومات العلمية ونبذة عن حياتها الفنية والدراسية تحت هاشتاغ كريمة عبود. شارك المغردون عبر تغريدات احتوت على صور الفنانة وبعض اللقطات المميزة من أعمالها، والتي حصلت من خلالها على جوائز عدة لأجمل صور فوتوغرافية، إضافة إلى مقطع فيديو يروي قصة حياتها وبداية رحلتها مع فن التصوير.